ونادوا من المنادي؟ أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. الياء حرف نداء، ومالك خازن من؟ خازن النار، ومعه خزنة، لكن هو خازن النار الأول. أهل العلم يقولون خلقه الله عز وجل لغضبه، وإذا زجر النار زجرة يأكل بعضها بعضا، نسأل الله العافية. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ما معنى يقضي علينا ربك؟ إماتة. الآن ائتني من القرآن بأن قضى بمعنى مات، ما شاء الله عليك، أحسنت. فوكزه موسى فقضى عليه، فقول الله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه يعني مات، هي هنا. وأفضل طرائق تفسير القرآن بالقرآن. قال رب العزة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. اللام في قول رب العزة ليقضي، ما هي؟ لام الأمر. ماذا تعمل؟ تجزم. ما علامة الجزم هنا؟ حذف حرف العلة، ولذلك كما ترى هي مكتوبة في المصحف ياء وقاف وضاد من غير ياء، من غير ياء. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقول بعض العلماء، كنت تظنه بعيد لكن قاله بعض أهل العلم، قالوا إنهم ما زالوا على كفرهم، ما قالوا ربنا، قالوا ربك، لكن هذا بعيد، العلم عند الله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال العلماء إن قول مالك لهم عليه السلام إنكم ماكثون يدل على أنه لا خروج ولا موت، لا موت ولا خروج، قال إنكم ماكثون. قبل أن نأتي الآية التي بعدها، مالك هنا عليه السلام ورد ذكره صريحا، في حين أننا نعلم أن الله لما ذكر ملك الموت قال قل يتوفاكم ملك الموت، لم يقل اسمه، واضح؟ وهو أي مالك أحد خمسة، أحد كم؟ خمسة من الملائكة ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم الصريحة في كتابه. هذا مالك، ائتوني بالأربعة الباقين: جبريل، ميكائيل، هاروت وماروت. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال في سورة التحريم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال جل ذكره في البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نقل عن بعض السلف ألحقنا الله بهم أنه يجيبهم بعد 80 سنة، وقال بعض العلماء يجيبهم بعد 1000 عام، وقيل بعد 100، والذي نخلص منه إلى أنه يمكث دهرا حتى يجيبهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق. قيل هذا من كلام الملائكة لهم، ولكن أكثركم للحق كارهون. يقول العلماء كفائدة من الآية إن الإنسان يمنع من الوصول إلى الحق في أحد حالتين، إذا كان شديد الكره للقائل أو شديد المحبة للقائل. لكن قولهم شديد المحبة لا يتفق مع محبتنا لله ورسوله، لكن مقصود أن الإنسان أحيانا إذا أحب أحدا حبا مفرطا، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم
لكن إذا أحب أحدا مثلا من العلماء حبا مفرطا فإنه يقبل من حتى الباطل، وإذا كره أحدا كرها مفرطا يرد عليه حتى الحق. واضح؟ يرد عليه حتى الحق. ومعنى الآية أننا ما بعثنا به الرسل حق لا خفاء فيه، لكن لأنكم كرهتموه لم تتبعوه. ما بعثنا به الرسل حق لا خفاء فيه، لكن لأنكم كنتم كارهين له لم تتبعوه.